اللحم شنو هي سومه؟ اللحم تاع العلوش ب 42 والهبره 38 ب 800. دونك الناس الكل قاعده تقول غالي غالي برشا، لشكون نتوجهوا لهنا؟ هنا نتوجهوا للحكومه تجيب المستورد، نجيبوا اللحم المستورد المبرد هذاك يسموه هما، يتيح شويه السوق، خاطر ما عادش عندنا برشا بقر وغلاب ما عادش عندنا. فهمت؟ لازم يعاونونا. الدولة تعاون. قداش كنت تعطينا الأسوام قداش يمشي اللحم البقري العلوش؟ ب 42,000 والبقري هبرة 38، فما كسدرة 23 تاع الزوالي هذيك، باقي غالي. تو كي يجيك مواطن معناها يبدا ناقص. تعطيه وإلا قد فلوس ونقولوا احنا هذيك تاع ربي ما نحكوش عليها. كل واحد واحد، كل واحد وبينه وبين ربي. أما اللي عنده 10,000 ياخذ 10,000، عنده 20 ياخذ 20. توا قداش عنده ملي يزيد اللحم؟ اللحم قاعد يزيد كل شهر محسوب. كل شهر. الشهر اللي فات كان شوف الراجل هاو جاك. الشهر اللي فات بالنسبة مثل العلوش كان 35. زاد محسوب 5,000 فرنك، الباقي كان 36 35 قاعد يزيد. يعني كل شهر فما زيادة. فلاح يشكي ما فماش علفة وما نعرف شنو، والله أعلم شنو اللي فما. وأنتم تشريوا المواطن يشكي. خاطر كيبدا اللحم غالي ما عادش نخدموا. قل خدمتنا فهمت؟ شنو قال كي تاخذ يجيكوا علو ب 100,000 ولا 120,000؟ توا قادر معناها تخلص الخدامه والحمد لله. عايشين والحمد لله شكرا لله هكا. التونسي باللي يشكي ديما باش يشري وعايش. عايشين ونحمدوه ونشكروه اللي معناها اللي عنده دين تو يخلص والشتا. شنو عندك في الميدان هذايا؟ شتر عمري. أبا العجاب. اي وراثي. الحانوت هذايا قداش عمرك؟ هذايا تاعي انا. الحانوت هذايا عمرها تو محسوب 25 سنة. ما شاء الله. نجم نصوروا معاك الفيترينا مثال باش نخدموا وحانوتك وتصور. يعيشك يخليك. مرحبا بك. تمام مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو هي اجواء المرش؟ الحمد لله. الحمد لله. قداش قاعد يخدم اللحم تاع؟ بقري هبره 42 دينار. العلوش 42. البقري 38 و800. المفروم 30 دينار. الحمد لله ضم 28 و800. المواطن قديت 60 دينار على مرقز علوش 35 و800، على مرقز بقري 29 و800. شنو هو الاخر؟ هرقمه 12,800. قلايه 35. توا المواطن يقول لك انا نتعدى من قدام الحانوت نشوف اللحم نغزر بعينيا ونمشي. اسكو صحيحه ولا لا؟ صحيحه. ما عندو ما ثماش فلوس. شيء غلي اكثر من القيمه. الدوله كما تسعاش تجيب لنا اللحم من برا باش الزوالي يلقى ما يشري. ريت كان ريت يجيبوه من برا اللحم مبرد الفريجيري لامبورتاسيون ما يفوتش 27 اللحم الباقي الزوالي واللي يشري. قادمين على راس عام. قادمين على رمضان. مش مازال رمضان. ما عندهم مازال مارس رمضان. راس عام حكايه فير. رمضان جاء. ما تسعاش الدوله تو في رمضان للزوالي. بالزاد شغلك. سيدي رئيس الجمهورية قيس سعيد قاعد ياخذ في إصلاحات وتدابير أنه باش يرخص المعيشة. شنو هي رأيك معناها نجموا نعاودوا ننتخبوه كرئيس جمهورية للمرة الثانية؟ أنا منتخب. هذا منتخب ومنتخب. قيس سعيد. أنا باش نعاود قاعد يخدم على روحه وربي يعينه وربي يوفقه. دونك أنا معاه. لكن قاعدين نلاحظوا في البريود الاخرانية معناها فما اسعار زادت. من خلت المطر بارت القرد بارت القرد وصلت 35 بارت تبن ب 20 اللي كانت ب 7,000. عنده الحق الفلاح راهو كيبيع القرد نتاعو ما عادش واصل باش يوكل. قداش عندك؟ السلام. قداش عندك تخدم في الميدان؟ 40 45. انا وحدي عندي قلب فوق ال 40. 10 ما بعثكم تو الباهي والخايب الكل ما بعثكم. ما بعثنا في كل شيء، في الحلو في المر في اللي تسوي في بالك ما بعث.
والحمد لله. توا ما تعطيهمش بعض. وربي يفضل لنا كيفاش. كيفاش؟ انا كثير مشكله كي في العيد في رمضان في اي حاجه. خير بالطبيعه مع بعضنا. توا زويولة برشا عباد انا سالته سؤال باش نعاود نساله. دونك يجي مواطن عادي يشوف السومه بتاع اللحم ويبدا عنده بالناقص، نجمو تعطيوها ولا تعطيوها على خاطر؟ نجمو نعطيو نورمال، الواحد باش هذا باش يعمل حاجه لربي، معناها يبدا ناقص ولا ما عندوش نورمال وفيه له وما عندوش ما يسالش وناقص ما يسالش، وهذه حاجه كي باش يعمل بها واحد ما يحكيش بها. مواطن تونسي قبل الثوره حاجه وبعد الثوره حاجه. دونك يجي على الفيترينا يغزر بعينيه ويمشي. شو حكاية يغزر بعينيه ويمشي؟ يغزر لجيبه، كلها مربوطة بجيبه. المواطن اللي عنده ياخو، واللي ما عندوش ما نجمش باش ياخو. كل واحد وما داخل، كل واحد على قد مجهوده، على قد فلوسه، بيعه على قد فلوسه، حكاية مادية، حكاية خدمة. الكورونا تعبتكم؟ تعبتنا برشا. برشا 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 تعبت الدنيا برشا، وقفنا برشا احنا في الخدمة ياسر. الكورونا برسك مش احنا، العالم وقف مش تونس. العالم وقف. توا فما سؤال انا نحب نساله لك، يظهر لي اقل واحد في السوق ديما يبيع هو الجزار، علاش؟ اقل واحد شنو اقل واحد؟ يعني في بيع في لا لا بالعكس، الجزار كيبدا يخدم يخدم، راه تبدا معروف السلعه التنظيفه يقف عليه ويخدم، معناها هي سمعه نتاع حانوت، معناها كي تجي تاخذ حاجه باهيه ترجع هكا ولا هذيك هي، معناها مادام قاعد يخدم ويخرج السلعة نتاعو راهو ثقة وكاهو، هي كل حكاية ثقة. نقول لك اللحم تريس يطري، معناها بترجع تاخذ اللحم بنين وطيب وتيب يسعى وترجع لي، يعطيك اللحم شير ما تنجمش ترجع لي أنت، يعطيك الصح، مع حكاية ثقة تتبادل بين الحريف والكليون، يبدا عندك اللحم باهي الكليون يرجع لك وتخدم أنت، كلها حكاية ثقة، سيرتو في اللحم، اللحم فيه يابس وفيه يخلطوا فيه ثما. الحم في برشا بلايص ما نقولوش وين حم يابس، بسوم معقول تقدم عليه العباد وتعرفوا الحم يابس هذاك كل شيء باش عالسوم باش تشري وكا، باش الجزار يعطيك الحم تريسن وما باش يكون غالي شويه وكا.